كيف حالكم يا حلوين؟ الحمد لله. مستعدين لدرس جديد بداية الفصل؟ احنا قبل ما نعرف شو حرفنا الجديد اللي بدنا ناخده، شو لازم نراجع دودة؟ شو يا يارين؟ دودة شو؟ دودة الحروف. جاهزين انتوا تساعدوني انا اتذكرهم؟ يلا مع بعض. شو هذا الحرف؟ لا شو هاد؟ اف. ايوه برافو. اف مع بعض. اخ برافو. صح. جود. ار صح. از. اس برافو عليك سامي. ايش برافو عليك يا حلوين. ندى، بعد ما اخذنا دودة الحروف بدنا نعرف حرفنا الجديد شو هو، بس قبل ما احنا نعرفه شو لازم نعرف؟ القصة تبعته. جاهزين تسمعوا قصتها؟ اشوف مين الشطور معي، مين جاهز معي؟ طيب حلوين، بدنا نرتب الكلمات اللي فيها حرفنا الجديد، تمام؟ عشان نعرف شو هو حرفنا. يلا نردد. قفص. قفص. صندوق. صندوق. صفاء. صفاء. صابون. 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 باص. باص. طب مين الشاطر اللي بده يعرف شو حرفنا الجديد؟ اشوف يلا مين يحكي لي. انا نو. لما نحكي قفص، صندوق، باص، صابون. نو ركز، حرفنا اللي جديد تمام هو حرف الاس. يلا مع بعض. اس. 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 يلا اسمي صاد. مع بعض عيد وراي. اسمي صاد. صوتي اس. اسمي صاد. صوتي اس. اسمي صاد. صوتي اس. اسمي صاد. صوتي اس. الاس كم شكل عنا؟ شكلين. برافو عليك يا امير. كم شكلين؟ شكلين. شكل بيجي ايش؟ اول الكلمه. شكل بيجي شو؟ اول الكلمه. وشكل شو؟ يلا مع بعض. اس اول الكلمه متصل. هي اول الكلمه ماد ايده بده يتصل باللي وراه، صح ولا لا؟ يلا. اس اول الكلمه متصل. اس اول الكلمه متصل. ابطالي. يلا. اس اخر الكلمه منفصل. اخر الكلمه منفصل. برافو عليك. يلا. اس اخر الكلمه منفصل. انا تلاحظ حرفنا شو هو؟ يلا بدنا نحطه مع اخوانه بدودة الحروف. شو حرفنا الجديد؟ لا الحرف، شو الحرف؟ اس. برافو عليك يا امير. حرف اس. احسنتوا. طيب بدي اختار خمس اطفال، خمس طلاب، بدنا نحط دائرة على حرف الاس بالكلمات. مين جاهز معي؟ انا. يلا نبدأ يا ندوشتي. يلا نبدأ. كلمة قفص، وين حرف الاس؟ طلع عليها، هاي كلمة قفص. وين حرف الاس؟ احسنتي. زقفولي لندى. يلا يا عرب، يلا تعال علي. يلا شطور اسرع. بكلمة صابون، وين حرف الاس؟ هاي كلمة صابون. احسنت، حط عليه دائرة. يلا زقفولي لعرب. يلا يا عماد تعال. يلا أحسن. يلا تعال. وين حرف الأس بكلمة باص؟ هاد. زقفولي لعماد. يلا يا سامي يا حلو. بكلمة صفاء، وين حرف الأس؟ يلا يا ريم. زقفولي لسامي. بدنا بكلمة صندوق حرف الأس.
الأول هذا برافو. زبول لي يارن، بدنا نتعلم كيف بدنا نكتب يا يارن حرف الإس. مين يذكرني إحنا دائما لازم يكون بجيبتنا إشي؟ شو هو؟ النقطة. شو هو؟ النقطة. يلا رمولي النقطة. شو؟ أيوة thank you. حطيناهم وين؟ على اللوح. مننا نكتب إس أول. جاهزين؟ يلا مع بعض. شايفين يا مس هون النقطة؟ شايفينها؟ بطلع هيك وبلف الدوار وبطلع عمود وبمشي خط. شو صار عنا إس أول؟ نرجع نعيده كمان مرة؟ لا. هاي النقطة صح؟ بطلع الطلعة هيك خط مايل تمام؟ بلف الدوار بطلع طلعة هيك خط مستقيم وبمشي. شو صار عنا؟ إس. شو صار عنا؟ إس أول. إس أول. طب نتعلم كيف إنه نكتب إس آخر الكلمة. يا هاي النقطة اللي أعطتوني إياها. نفس الإشي بطلع الطلعة خط مايل وبلف الدوار بس بنزل بطن تحت البحر. بنزل بطن تحت البحر. يلا مع بعض. هاي النقطة. شو أعمل؟ أطلع خط مايل ألف الدوار وأنزل وين؟ تحت البحر. شو صار عنا؟ تحت البحر. شو صار؟